سلام البنات، كيف دايرين؟ لاباس عليكم؟ بخير؟ اش كتعاودوا؟ اش اخباركم؟ كتوجدوا شي فطور؟ نتمنى تكونوا بخير. اليوم جبت لكم غادي ندير البيتزا وغادي ندير هذا لاصوص. غندير سيبيا بلاصوص وغادي ندير البيتزا بسيبيا. سمحوا لي البنات، ما شاركتش معكم كيفاش تنقيها، حيت انا جبتها البارح ونقيتها وما شاركتش معكم التنقيه. خاص لي يشد عليا وهذا، وانا ما كاينش اللي غادي يشد عليا، وبنياتي باقيين صغار، راجلي كيكون برا، المهم ما كنلقاش اللي غادي يشد عليا. وان شاء الله غنشارك معكم كيفاش كتنقى وكيفاش كيفاش كنغسلها. هاد الكحوله هادو اللي كتبان لكم هذا، غير ديك الكحوله كتكون فيها هي واحد الجوه كيكون فيها الى بحال هكا، الى تفرقعات كتطلع لك السيبيا كامله ويديك وحالتك كامله. المهم هاد الكحوله هادي مع التسليق هذا غادي تحيد، ما غاديش تبقى. المهم انا غادي نديرها تسلق، ها هي غنديرها تسلق، غنديرها تسلق واحد نص سلقه هكاك، حيت الا كانت شويه كبيره خاصها ضروري تسلق شويه باش طيب بحال البيتزا كتبغي تكون رطبه. المهم انا غادي نديرها تسلق، نسد عليها الكوكوت واحد شي، المهم على حساب. الا كانت سيبيا صغيره غير شي 10 دقائق هكاك، ولا كانت سيبيا شويه كبيره كتسدي عليها شي نص ساعه هكاك. المهم على حساب، هي دغيا كطيب ما كتعطلش. المهم غادي نسد عليها دابا، وانا غادي نوجد معكم العجينه ديال البيتزا كيفاش كندير ليها انا، كل واحد وكيدير لها الطريقه ديالو. انا غادي نشارك معكم كيفاش كنعجنها وكيفاش غادي نوريكم شنو كندير فيها، ونرجع معكم ان شاء الله. السلام البنات، انا رجعت معكم. راني درت هنايا جوج جبابن ديال الدقيق، درت جوج جبابن ديال الدقيق. عندي هنايا نص كاس، ها هو نص كاس ديال الزيت البلديه، وعندي هنايا جوج معالق ديال النيدو غبره. ما عندكش النيدو غبره ماشي مشكل، انا عندي حيت كنديرو، واللي ما عندوش يكتفي غير بالزيت البلديه وخماره ديال الحلوه، ها هي غنديرها كامله. وغادي ندير قبيصه ديال الخميره، ها هي ديال الدار، غير شويه غادي نديرها. المهم اللي ما عندوش النيدو بلا ما يديرو، عندكم الحليب سائل ديروا واحد نص كاس، ما عندكمش ماشي مشكل، ديروا غير الزيت البلديه والخميره ديال الدار، واحد العاشق ديال السنيده باش دغيا المهم غير باش كتجي شويه حمراء وصافي. المهم انا غادي ندير معاكم، انا غادي ندير نص كاس ديال الزيت، ها هو غادي ندير هذاك جوج معالق ديال النيدو غبره. بصراحه النيدو كيجيبها زوينه، كيجيبها رطبه هشيشه، وحتى الا ما درتيش النيدو كتجي هشيشه كتجي رطبه. انا ما عنديش البنات الزعتر، ما عنديش الزعتر، عندي القنطره شويه، الرص ديال المعلقه غير شويه، الرص ديال المعلقه. وغادي ندير عاشق ديال هاو ديال عاشق ديال السنيده، ها هي صافي صافي. ودابا غادي نعجنها ونرجع معكم ان شاء الله. انا رجعت معكم البنات، هي من عجنتها، هي من عجنتها، درتها في هذا السيلوفان، سميتها درتها في هذا المنكات، درتها حشويه وبما شديت مشوى وبما طارت ليا هادي طارت ليا السيبيا، وغادي نشاركها معكم. المهم غادي نوجد دابا، غادي نوجد سميتو، غادي نوجد السيبيا، غادي نعرف التقلية ان شاء الله، وغادي نوجد كنت غادي ندير بالبيتزا سفلة والبصلة، غادي نشحرهم ونرجع معكم ان شاء الله باش غادي نكملو الوصفة ديالي. وراني البنات نسيت ما قلت لكمش، راني درت شوية الملحة، نسيت ما درت الكبيسة ديال الملحة، ما نسيت ما درتهاش قبيلة. المهم انا درتها لكم درت الكبيسة ديال الملحة، وانا غنرجع معكم حشوة ونرجع معكم بما وجدت السيبيا ديالي طابت ليا. انا البنات رجعت معكم، هنا قطعت بصله، هنايا درت بصله، بصله وحده. اللي بغى يدير البصله في البيتزا يديرها، اللي ما كيبغيهاش ما يديرهاش ماشي مشكل. المهم درت انا بصله، ودرت قبيصه ديال البزار، ودرت شويه الزيت البلديه وشويه الملحه، صافي. وغادي نشحرها، غير واحد شويه تقبل ليا
صافي. وغادي قطعت هذا، قطعت الفلفله حتى هي غادي نشحرها حتى هي بالبزار، وهذا الزيت البلديه وكبيصه ديال الملح حتى هي بحال هكا. نيت نحيد البصله وغادي ندير، نحيد البصله وغادي ندير الفلفله في القناه ديال التيم. غنرجع معكم البنات، رجعت معكم. ها هي الفلفله شفتوها قطعتها، هادي دوكا انا درت هذا النص اللي غادي ندير في لاصوص، ها هو خليته وقطعت بصله والربيع وهذا وهذا والفلفله خليتها هي النص اللي غادي نشحر، غادي ندير في العجينه. درت فيها البزار، شويه البزار، شويه الملحه، شويه الزيت البلديه، صافي غادي نشحرها بحال بحال البصله و بحال بحال البصله وبحال الفلفله. غادي نشحرها، غادي نشحرها، غادي نحطها في الجمع، عاد غادي نقدم معكم السيفيا بلاصوص كيفاش كتدير بلاصوص، غادي نديرها معكم. والبنات راه دغيا طابت ليا، راه 10 دقائق اللي حسبت ليها دغيا طابت حيت صغيره. واللي انا علاش سلقتها، قلت ندير لها غير نسلقها بحال هكا على حساب البيتزا خاصها تكون شويه طايبه، اما بلاصوص ماشي مشكل الا قطعتوها خضره هكا كيما تنقيوها تقطعوها هكا خضره وكديروا تنصبوها هكا نيس مع لاصوص. انا درت لها نص سلقه باش نحس مع مشى الحال دغيا باش طيب ليا. درك ستة هادي ستة وربعة وربعين، تبارك واحد ساعة ونص اللي الفطور حنا عندنا هنايا. صافي غادي نشحرها وغادي نطحن هادي المطيشة، درتها ثلاثة ديال المطيشات، غادي نطحنهم باش غادي نديرها مع ستي فاصل. غادي نوريكم كيفاش الطريقة كي كنصبها أنايا. سيبي بديريها لاصوص، بديريها في البيتزا، بتعمري بيها تخبيزات، بتعمري بيها بسطيلة، يعني تنوعي بيها صراحة هي كتجي واعرة كتجي زوينة. أنا راجلي دار حجاب هدية، قلت نشاركها معاكم كيفاش كنديرها أنا لفطوري، كيفاش كنوجدها من الفطور. غادي ندير غير البيتزا وغندير سيبيا لاصوص صافي، والحريرة ونرجع للبركة. المهم البنات أنا غنكمل ونرجع معاكم. أنا البنات رجعت معاكم، ها هي السيبيا اللي قطعت، ها درت معاها بصلة وجوج ريوس ديال التومة والعطرية، غادي ندير الخرقوم، البزار، شوية ديال سكينجبير، غير راس ديال العاشق، عاشق كبيرة ديال الكمون، والتحميرة عاشق صغيرة حتى هي، والربيع. وهذا هاد الماء هذا ديال السيبيا، السيبيا ملي كتكون مغسولة مزيان، إلا كانت مغسولة مزيان حيت باش نمرق بها لاصوص. وهذه مطيشة طحنتها حتى هي، غادي نبداو إن شاء الله. نبدا غادي ندير السيبيا ها هي. هاني درت السيبيا، صحوني البنات نقاتها. غادي ندير البصله وحده وجوج ريوس ديال الثومه، ها هما شتيهم، غادي نرميهم باش يتشحروا معاها حيت هي دروكا طايبه. ها هي شتوها، ها شتوها، ها هي طايبه شتيها. غادي غير يدخل فيها داك لاصوص وداك الشيء، وغادي نطفي عليها. غادي ندير شويه ديال الربيع باش يتشحر معاها، وغادي ندير العطريه كامله هاهي. صافي غادي ندير الزيت، المقياس نتوما ديال الزيت نص كاس هكاك، اللي ما كيعرفش يهضر نص كاس هكاك ديال الزيت. غادي ندير واحد القبيصه ديال الملحه، اول حاجه كيكون شويه مالح، غادي ندير قبيصه ديال الملح في الراس ديال العاشق. عندنا الملحه هنايا دايره مجهده، كدير غير شويه وكتملح ماشي بحال ديال الداخل. وغادي نشحرها مزيان،
غادي نشحرها مزيان، غادي نشحرها مزيان، نشحرها مزيان وغادي ندير فيها مطيشة. انا غادي نبقى معاكم وسمحوا لي البنات الا كان الصغير شويه عيان، والله الا سمحوا لي غير بوحدي كنشد غير بوحدي. بغيتو ديروا الحرور ديروا الحرور، بديروا عندكم السودانيه ديروها، عندكم هريسه ديروها. انا غندير نص عاشق ديال الهريسه، غير نص باش تجي شويه هذا. العجينه ها هي طرخات ليا، ها هي انا غادي نكمل السيبيا لاصوص، وها هي السيبيا اللي شحرت، وها هي البصله اللي شحرت، وها هي سميتو الفلفله اللي شحرتها هي ان شاء الله. انا كنت غنديرهم صغارين، كنت غنديرهم صغارين، غنقطعهم وديرهم صغارين، وليت غندير البيتزا شويه يكونوا مايين هكا، ما صغار ما كبار، حيت مشى عليا الحال عرفتو، خاصك تطوعي وخاصك هادي. المهم غادي ندير البيتزا شويه يكونوا كبارين. انا غادي نشحر، هيا كتشحر لي السيبي ديالي، غير تشحر مزيان واحد شويه تشحر صافي، وغادي ندير فيها لاصوص. كتجي خطيره، كتجي زوينه البنات، جربوها الا شريتو السيبي جربوها، كتجي فلاصوص واعره. عاد عاوتاني كنديرها في البايله بحال اللي درت البايل ديال الكالامر، كنديرها بحال هكاك، بغيت نخلطها مع الكالامر كنخلطها. المهم انت والذوق ديالك وداكشي اللي عندك في الدار كتوجدي ليه وصافي، المهم توجدي فطورك ولا غداك ولا عشاك. المهم انا نرجع معكم البنات باش ما يجيش الفيديو طويل، انا نرجع معكم بما تشحرت ونرجع معكم. انا رجعت معكم البنات اللي درت فيها مطيشه، هي البنات تقطع لي الفيديو. المهم انا قلت لكم درت مطيشه، درت هذاك الماء ديال السيبيا، غادي نسد عليها. الا انتم ما قطعتوها ما درتوش ليها السلقه، سدوا عليها واحد نص ساعه مع لاصوص وغتبلو. الا درتو لها نص سلقه من احسن درتو لها نص سلقه صافي، غتسدوا عليها شي 5 دقائق هكا تدخل ديك لاصوص ديالها وصافي. وانا غادي نرجع معكم باش غادي نوجدوا البيتزا هي ان شاء الله. انا رجعت معكم البنات، هي العجينه ديال البيتزا. راني بديت كنقرص فيها، ها انتما كان يا اما بغيتي تضربيها بهذه، حيت معاك كتجي اصلا العجينه، كتجي العجينه اصلا كتجي مرخوفه فهمتي. المهم حنا درت 23 وحده اللي درت صغيره بحال القريصات، بحال بغيتي ديري تريد بحال هكا كتقرصيهم صغيورين، بحال بغيتي ديري بسمن. المهم خرجت ليا جوج جبابن، خرجت ليا 23 وحده اللي خرجت ليا. المهم غادي نحط هذه هنا مطيشه البنات، ما زدتش انا مطيشه ديال البيتزا، درت غير مطيشه الحك، درت واحد جوج غواشق وزدتها شويه ديال الزيت البلديه وشويه البزار، زدت واحد شويه الماء صافي، وطربتها هكا مزيان. بغيتي طيبيها فوق العافيه طيبيها، بغيتي طيبيها ما طيبيهاش. انا رجعت معكم البنات، سمحوا لي قطعت. المهم ها هي منين هكا قرصتها، ها هي شفتوها، كتغيب ضربوها هكا شويه تكون صافي، ونديرها هكا في الطاوله. غادي نصبوها هكا في الطاوله، باش غادي كما ندير معكم واحده اخرى. سمحوا لي البنات الا كانت الصور شويه ناقص، الله تسمحوا لي راه غير يدي بوحدي. المهم غنبقى، المهم تقرصوها اولا تضربوها بهذا، تضربوها بسميتو بحال هكا، وانتم اللي عجبكم صافي وقادوها. صافي هي قرصتها مزيان، نتوما على حسب، بغيت تخلوها شويه رقيقه، بغيت تخلوها هكا مايانه غليظه. انا ها نتوما شي كخليتها كنخليها شويه رقيقه صافي، وغادي نديرها في الطاوه صافي. وغادي نجيب، غادي نجيب الطاوه، سمحوا لي غنقطع باش نقادهم ونرجع. كيتعكس التليفون. رجعت معكم، هاني من تقبتهم، ها هما شفتوهم، تقبتهم كاملين. غادي نبدا دابا ندير مطيشه وحده، غندير فيها عاشق كلش عامر بزاف،
صافي وغادي نبدا ندور عليهم هذيك مطيشه. جربوهم البنات راه كيجيو زوينين. بديريها كبيره ديريها كبيره، بديهم صغار ديرهم صغار. نعم نعم ماما نعم. عرفت واحد المشه بغاتجي بغاتجي للدار مشيشه. ايه صافي هسي سيري دايره فيديو، سيري دايره فيديو. صافي كندور عليهم كاملين. بنيتي بنتي دعاء قالت لي راه ماما ماما واحد المشيشه بغات تدخل للدار. عارفين الوليدات الصغار ما كيسكتوش، يضلوا النهار كامل هما ماما 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 ويسولوا كيبغيو يعرفوا شنو كدير يا ماما. المهم انا غادي ندير البصله. كنشكر البنات كاملين اللي كي يصيفطوا لي الكومونتير كيقولوا لي شهيتينا. سمحوا لي الا كان شهيكم. غادي ندير البصله ندير عليهم البصله كاملين. اللي ما بغاش يدير البصله في البيتزا ما يديرهاش، كل واحد الذوق ديالو. دابا غادي ندير غادي ندير السيبيا. ها هي غادي نشد السيبيا ندير صافي البنات. كنبقى ندير بحال هكا صافي وندير الفرماج ندير الفرماج. لا نسيت هادي ما كنسى انا. صافي غادي ندير هكا فلفله. كاين اللي ما كيبغيش الفلفله ما يديرهاش، كاين اللي ما كيبغيش البصله ما يديرهاش. باش ديروا غير صافي 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 البنات. غادي نمشي بحال هكا الطريقه بحال هكا اللي وريتكم. صافي انا شنو درت البصله، واللي ما بغاش يدير البصله ما يديرهاش ماشي مشكل. واللي ما بغاش الفلفله انا كيستيو ليا بناتي، وحتى راجل حتى هو ما كيبغيش ليا الفلفله كيستيو كيحيدو ليا ديك الفلفله كيحيدوها ما كيبغيوهاش. انا كناكل كلشي الحمد لله ما كنستي والو. المهم البنات غادي نكمل وانا غادي نرجع معكم، من غادي ندفع الفران نرجع معكم. انا البنات كملتهم ها هما كملتهم، انا غندفعهم دابا الفران راه دغيا كيطيب. صافي غندفع الفران ها هما ونكمل الاخرين اللي عندي ونرجع ان شاء الله باش غادي نحط هذه لاصوص اللي بالسيبيا وغادي نكمل هادشي اللي عندي. راه ودن دروك في الرباط قريب يودن عندنا تعطلت شويه. المهم غنكمل هادشي دغيا، غادي نحط لاصوص وغنحط البيتزا ان شاء الله وغنشاركها معكم ان شاء الله. يلا البنات بصحتكم وسمحوا لي الا كان شي محمه اولا سمحوا لي بزاف الله الا سمحوا لي. وكاع البنات اللي كتصطري لكم مواطر كتشهينا 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 الله الا سمحوا لي البنات بزاف سمحوا لي الا كنت كنشهيكم. وهادو راه وصفات ساهلين نديروهم في ديوركم. واللي ما عندوش سي بي يدير الكبده ديال الدجاج، يدير الكفته، يدير هذا لادند. المهم نهار تكون عندكم سي بي اولا هذا جربوا بها البيتزا راه كتجي واعره. ومازال غنصاوبها معكم بازيز، هي كتجي زوينه بازيز. نتمنى يعجبكم هذا الفيديو، واللي شاف واللي كيشوف الفيديوهات ديالي ولا اللي دخلت عندي شي بنت جديده دير لي واحد لايك وواحد ابوني وتعني الجرس. وما فيها حتى حاجه لك كتبت واحد التعليق يكون زويون. ونتمنى اي بنت دخلت عندي دير لي ابوني ودير لي لايك وتعني الجرس. وكنشكركم بزاف 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 كنشكركم والله الا كنشكركم. ونتمنى يعجبكم الاطباق ديالي اللي كنوجد في داري عاديين، كنشارك معكم اطباقي عاديين لاي واحد كيدير في دارو ونتمنى يعجبكم. يلا البنات نرجع معكم حشيه ونرجع معكم. انا رجعت معكم البنات، هي البيتزا اللي وجدت بالسيبيا وها هو لاصوص اللي وجدت حتى هو بالسيبيا.
ها كيجي زوين، نتمنى يعجبكم. راني زوقتو غير بالربيع هكا من الفوق، والبيتزا هي حتى هي كتجي زوينه، شفتو كتجي زوينه حتى هي، جربوها. ونتمنى يعجبكم هادشي اللي درت. ويلا البنات بالسلامة عليكم، ما نطولش عليكم بزاف، بالصحة فطوركم. ونتمنى واحد ابوني واحد لايك، والبنات اللي دخلوا عندي جد مرحبا بهم. يلا البنات بالسلامة عليكم، بالصحة والراحة.